بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تطرقت اليوم للمعادلات من الدرجة الثانية اللي باش نوصل الموضوع تاع السابق اللي هو امتداد للمعادلات من الدرجة الأولى، لأن كثير الحدود من الدرجة الثانية هو جداء كثير حدود من الدرجة الأولى. ثاني يجب إيجاد طريقة حل المعادلة من الدرجة الثانية وحل من الدرجة من الدرجة الثالثة المعادلات من الدرجة. مثال 2 x مربع زائد 3 x ناقص 1 يساوي 0. هذه معادلة لأنها مساواة من الدرجة الثانية لأن الأس تربيع. مثال آخر، مثلا 3 x مربع زائد 1 يساوي 0، هذه كذلك معادلة من الدرجة الثانية. ولو أن معامل x غير موجود لكن ما يهمش، معليش ممكن يكون أحد الأطراف غير موجود. مثلا 2 x ناقص 2 x مربع زائد 4 x يساوي 0، الحالة هذه العدد الأخير غير موجود وكذلك لا يهمش. المهم الشيء الضروري في المعادلة من الدرجة الثانية هو أنه الأس تربيع يكون موجود. عموما معادلة من الدرجة الثانية هي معادلة من شكل a x مربع زائد b x زائد c يساوي 0. الشرط الوحيد للمعادلة هذه هو أن a لا يساوي 0. ممكن يكون b معدوم مثلا الحالة هذه، ممكن يكون c معدوم مثلا الحالة هذه. الـ a والـ b والـ c أعداد حقيقية حيث a لا يساوي 0 وـ b و c ممكن تكون معدوم. المهم أول يعني نقطة اللي هي تكون على اي تمرين تعرف عليها هي معرفه ا وبي وسي. كي نشوفوا معادله من هذا الشكل اول حاجه نحددوا ا والبي والسي. ا هو العدد المضروب في اكس مربع، البي هو العدد المضروب في اكس، والسي هو العدد اللي مش مضروب في حتى مجهول. اذا لو اخذنا المثال الاول 2 اكس مربع زائد 3 اكس ناقص 1 يساوي 0، ا يساوي 2، الـ b يساوي 3، والـ c يساوي ناقص 1، نأخذه بالإشارة. مثلا في المثال الثاني a، الـ a يساوي 3، الـ b معامل x غير موجود، بالتالي الـ b يساوي 0، يعني 0 x، الـ b يساوي 0، والـ c يساوي العدد 1. نأخذ المثال الأخير. ثالثا اول حاجه نتعلم فيها هي تحديد الا والبي والسي في معادله الدرجه الثانيه. مثال ثاني، الا يساوي ناقص 2، البي يساوي 4، والسي غير موجود وبالتالي السي يساوي 0. هذه اول جزء اللي لازم نحدده في معادله من الدرجه الثانيه اللي هو اولا التعرف على معادله، لازم نعرف باللي هي معادلة من الدرجة الثانية وذلك يتعلق بالأس. ثاني شيء يجب أن نحدد الـ A والـ B والـ C والتي هي معاملات x مربع و x و العدد الحقيقي على الترتيب. معادلة من الدرجة الثانية وعرفنا كيفاش نجدوا الـ A والـ B والـ C اللي هي المعاملات. نتطرق الآن إلى النقطة المولية وهي حل معادلة من الدرجة الثانية. حل معادلة من الدرجة الثانية، لأن المعادلة عموما راح تكون بالشكل a x مربع زائد b x زائد c يساوي 0. هنا ال a وال b وال c واضحين، نحسب دلتا اللي هو b مربع عدد المضروب في x مربع ناقص 4 في a في c. طبعا اعداد ال b وال a وال c موجودة في المعادلة، وبالتالي إذا طرح نقول عدد، هذا العدد إما يكون موجب، إما يكون سالب، إما يكون معدوم. إذا كان موجب، الحالة الأولى ضغط أكبر من صفر،
المعادلة تقبل حلين، يوجد حلين x صفر يساوي x واحد يساوي، وتعتبر حلول المعادلة. أي القيم هذه كي نعوضها هنا نجدها ونجد المعادلة معكمة، يعني قضية صحيحة. x صفر يساوي b ناقص b ناقص بدل دلتا على 2r الحل الأول، ناقص b ناقص جذر دلتا على 2r، الحل الثاني هو ناقص b زائد جذر دلتا على 2r. هذا حلين المعادلة في الحالة لو يكون دلتا موجب مثلا 25 أو 9 إلى آخره. الحالة الثانية ويكون دلتا يساوي صفر، إذا وجدنا دلتا معدوم فإن المعادلة تقبل حل واحد x صفر يساوي ناقص b على 2a ناقص b على 2a، والمعلومات هذه كلها متوفرة في المعادلة. الحالة الثالثة ويكون دلتا سالب، في هذه الحالة المعادلة لا تقبل حلول، المعادلة لا تقبل حلول، أي نريد إيجاد حلول المعادلة 2x مربع زائد 3x زائد 1 يساوي 0. إذا نلاحظ بلي هذه المعادلة من درجة ثانية، أولا لأن الأس مربع أ 2 ب 3 و س يساوي الواحد، إذن دلتا يساوي ب مربع ناقص 4 أ س، هذا القانون. إذن دلتا يساوي ب مربع اللي هي 3 مربع 9 ناقص 4 في 2 في 1، 4 في 2 في 1 إذن 8، نتيجة تساوي الواحد. دلتا يساوي الواحد إذا رأنا في الحالة وين يكون دلتا موجب. القاعدة تقول إذا كان دلتا موجب يوجد حلين، الحل الأول x صفر يساوي ناقص b ناقص جذر دلتا على 2a، والمعلومات هذه كلها متوفرة، الb موجود، الدلتا حسبناها واحد، والr موجود في المعادلة دائما. إذا هنا يوجد حلين، الحل الأول x صفر يساوي ناقص b ناقص جذر دلتا على 2a، الحساب العددي أو التطبيق العددي ناقص b إذا ناقص 3 ناقص جذر دلتا، دلتا يساوي 1 جذر دلتا 1 على 2a، 2 مضروب في 2 على 4 وتساوي، لأن x صفر يساوي ناقص 3 ناقص 1 ناقص 4 على 4 ناقص 1 النتيجة. الحل الثاني القاعدة ناقص b زائد جذر دلتا، الحل الثاني x 1 يساوي ناقص b زائد جذر دلتا على 2a، هذا القانون يجب لازم نحفظه. إذا تطبيق عددي، معلومات هذه كلها موجودة، البي موجود، الدلتا حسبناه وفق القانون بي مربع ناقص 4 أسي، والآر موجود، إذا تطبيق عددي، إكس واحد يساوي ناقص 3 ناقص جذر دلتا 1 زائد 1 على 2 في 2، النتيجة يساوي ناقص 1 على 2. المجموعة حلول المعادلة ناقص واحد ناقص واحد على اثنين، وبالفعل إذا أخذنا العدد هذا ناقص واحد وعوضناه في بلس إكس في المعادلة نجد النتيجة تساوي الصفر. هذا بالنسبة لي الحالة الأولى وين يكون دلتا موجب. هناك بعض الأمثلة ممكن يكون دلتا معدوم، مثال اثنين نأخذ مثال هذا مثلا x مربع ناقص 4 x زائد 4
يساوي 7. هذه معادلة من الدرجة الثانية A بتاعها 1 B ناقص 4 C يساوي 4. إذن دلتا يساوي B مربع ناقص 4 C ويساوي B مربع 16 ناقص 4 في 1 في 4 ناقص 16. 16 ناقص 16 يساوي 7. وبالتالي الحالة الثانية وين يكون دلتا معدوم؟ يوجد حل واحد، يوجد حل واحد اللي هو ناقص ب على 2 ا. وجدنا دلتا معدوم، وبالتالي يوجد حل واحد إكس يساوي ناقص ب على 2 ا، اللي هو الحل الموجود المعطى وفق القانون. إذن هنا إكس راح تساوي ناقص ب. إذا كان ب يساوي ناقص 4 فإن ناقص ب يساوي 4 على 2 ا، ا يساوي 1 إذن على 2 وبالتالي يساوي 2. إكس يساوي 2، هذا هو الحل الوحيد. إس يساوي 2، حل وحيد اللي هو 2. كاين توجد حالة أخرى وين يكون دلتا سالب. إذا كانت دلتا سالب لا توجد حلول ولا يوجد أي قيمة على عدد حقيقي حقيقي X التي تجعل المعادلة معدومة. إذا نضيف مثال آخر، مثال ثالث، X مربع ناقص x زائد 2 يساوي 0. هذه معادلة من الدرجة الثانية وين a يساوي 1 b يساوي ناقص 1 و c يساوي 2. تلاحظوا باللي تحديد ال a وال b وال c يعني مرحلة أساسية لحل معادلة من الدرجة الثانية، لأن دلتا يتعلق بال a وال b وال c والحلول كذلك تتعلق بال a وال b والدلتا. إذن هنا دلتا يساوي b مربع ناقص 1 مربع، نكتب القانون أولا باش نتعودوا عليه، ب مربع ناقص 4 في أ في سي. تطبيق عددي، دلتا يساوي ب مربع ناقص 1 بكل مربع حذاري هنا. الكثير يعتقد أن الأ يساوي 1، ما يأخذش بعين الاعتبار الإشارة. إذا ناقص إكس هي ناقص 1 في إكس، إذا هنا العدد المضروب في إكس هو ناقص 1. ناقص 4 في A في C، في A إذا ناقص 4 في 1 تبقى ناقص 4 لأن الواحد عنصر حيادي، ناقص 4 في 1 في 2. إذا النتيجة تساوي ناقص 1 مربع 1 ناقص 4 في 2 ناقص 8، النتيجة ناقص 7. دلتا سالب لا يوجد حلول، لا يوجد، لا توجد حلول للواحد، أي ما حتى قيمة لx العدد الحقيقي التي تجعل المعادلة دي صحيحة. هذا فيما يتعلق بالمعادلات من الدرجة الثانية. توجد بعض الحالات الخاصة التي فيها يمكن الاستغناء عن دلتا، يمكن الاستغناء عن دلتا فقط لأن لا يمكن استعمال دلتا في جميع الحالات. إذن دلتا يمكن استعماله في حل جميع معادلات من درجة ثانية، ولكن من الأحسن أننا نشوف طرق أكثر عملية أكثر، لأن حلول المعادلة ما هو إلا شيء فرعي في حل المسائل. إذن هنا نديروا بعض الحالات، بعض الطرق للحل. مثلا إكس مربع ناقص 9 يساوي 0، هذه معادلة من الدرجة الثانية وين A تاعها يساوي الواحد، ال B يساوي 0 و C يساوي ناقص 9. إذا هنا معادلة من الدرجة الثانية يمكن استعمال دلتا يعني بالطريقة السابقة، ولكن يمكن الاستغناء عن دلتا واستعمال طريقة تالية، استعمال جداءات شهرة، تحليل استعمال جداءات شهرة ترجع لي تكافئ منطقيا أن X ناقص 3
في x ناقص زائد 3 تساوي 7. يعني هنا a مربع ناقص b مربع هي a ناقص b في a زائد b. حللتها لكي اعتمد على القاعدة التالية: إذا كان الجداء معدوم فإن الأول معدوم أو الثاني معدوم. إذا الأول معدوم تصبح لي معادلة من الدرجة الثانية، الدرجة الأولى x ناقص 3 يساوي 0 أو x زائد 3 يساوي 0. إذا هذا يستلزم أن x 0. الحل الأول اللي هو حل معادلة من الدرجة الأولى اللي حولت ناقص 3 من هي ترجع لي 3، أو x 1 يساوي ناقص 3 كنحولوا 3 من ترجع لي ناقص 3. إذن حلينا معادلة من الدرجة الثانية باستعمال التحليل ونستعمل القاعدة: إذا كان الجداء معدوم فإن الأول معدوم أو الثاني معدوم. إذا التحليل عنده عدة قواعد. التحليل يمكن أن نستعمل جداءات شهيرة، يمكن أن نستعمل العامل المشترك، هناك بعض الحالات اللي نستعمل عامل المشترك. إذا ما دام تكلمنا على التحليل استعملوا فيه جداءات شهيرة. اللي الجداءات الشهيرة نذكروا بها a مربع ناقص b مربع يساوي a ناقص b في a زائد b. هذا كانت عندي عبارة رجعتها إلى جداء، يتميز الجداء بتحصلوا على معادلات، تحصلوا على جداء غيري حدود من الدرجة الأولى. كذلك التحليل نستعملوا العامل المشترك، مثلا x مربع ناقص 4 x يساوي 0. هذه معادلة من درجة ثانية، ما كانش عامل مشترك، ما كانش هنايا الجداءات شهيرة، ولكن كاين العامل المشترك. المعادلة هذه تكافئ x نتح قوس x مربع ناقص x ناقص 4 يساوي 0. وأستغل القاعدة التي تقول أن الجداء معدوم إذا كان الأول معدوم أو الثاني معدوم. إذا الأول معدوم x يساوي 0 وبالتالي الحل الأول، أو الثاني معدوم x ناقص 4 يساوي 0 وبالتالي x يساوي 4. انطلاقا انطلقت من معادلة من الدرجة الثانية، رجعت نحل في معادلتين من الدرجة الأولى. إذا الحلول s تساوي 0 و 4، وانتهى الدرس لحل معادلات من الدرجة الأولى.